لكن بتظل في فجوة بداخلنا مش عارفين نملاها بحاجة تانية ومش عارفين نفسرها، بتقول ان احنا موجودين هنا لهدف اعظم او هدف اسمى احنا مش عارفين نحلله ومش عارفين نحط له النقط على الحروف بوضوح شديد. سلام ونعمة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة معادنا مع الحلقة 10 من كتاب التدريبات الروحية للكاتب الامريكي دالاس وولر. ربنا يدينا بركة ونتعلم ونستفيد ونتبارك، ابقوا معنا. في الفصل الرابع الكاتب بيبدأ بسؤال: لماذا نحن هنا؟ احنا بنعمل ايه هنا؟ ايه سبب وجودنا؟ اكيد في خطة اعظم من ان احنا نتواجد شوية ونشتغل ونسدد شوية الديون والاقساط وبعد كده نموت. بيقول جملة غريبة قوي، بيقولك احنا بناكل وبنشرب وبنتناسل، بنخلف، بنتجوز، بنكبر، بنفرح، بنعمل بيزنس، بنكبر في شغلنا، بنتعلم، بنتخرج، بنعيا، بنخف، لكن بتظل في فجوة بداخلنا مش عارفين نملاها بحاجة تانية ومش عارفين نفسرها، بتقول ان احنا موجودين هنا لهدف اعظم او هدف اسمى احنا مش عارفين نحلله ومش عارفين نحط له النقط على الحروف بوضوح شديد. فمن الواضح ان ربنا خلقنا لهدف اعظم من اللي احنا فاهمينه عن انفسنا. سؤال تاني ينبغي الرد عليه بجانب السؤال بتاع لماذا نحن هنا: ما هي طبيعتنا؟ ايه هي طبيعتنا؟ ملحوظة: يصعب ادراك طبيعتنا في الشكل الحالي، لان الوضع اللي احنا موجودين عليه الان مش هو الوضع اللي اتخلقنا عليه في البداية قبل السقوط، اي اننا لا نعيش في المجال الملائم لكي ما نحكم على ظروف طبيعتنا وندرك ابعادها بشكل واضح. الوضع اللي موجود دلوقتي وضع مغلوط، لو خدت منه البيانات بتاعتك هتطلع لك مغلوطة ومنقوصة. يا عم ما تغلبناش، هتفرق في ايه يعني؟ لازم نعرف احنا بنعمل هنا ايه ولازم نعرف طبيعتنا ايه. السؤالين دول لازمتهم ايه؟ لانه ببساطة شديدة نحتاج ان نعرف كل شيء عن طبيعتنا التي نريد خلاص، لان الخلاص له علاقة بالشخص المخلص او الشيء المخلص. مش فاهم حاجة، لان ده ليه علاقة برحلة خلاصنا، لان مفيش حاجة اسمها خلاص من غير ما ندرك طبيعة الشيء المراد تخليصه او الشخص المراد تخليصه. يعني ببساطة شديدة لو عايزين ننقذ ونخلص شركة من الافلاس، هل هتعمل لها نفس الخطة اللي هتعملها عشان تنقذ سمعة واحد من الانهيار او من الفضيحة؟ لا، ده ليها تخطيط وليها شغل وليها شغل تاني عشان تعمل لها افتداء او تعمل لها استرجاع او تعمل لها تخليص او خلاص. كذلك لو انت بتحاول تنقذ سلالة من النباتات النادرة من الانقراض او الحيوانات النادرة من الانقراض، هتعمل خطة تالتة خالص. اذا من غير ما تدرك طبيعتك انت النفسية والجسدية والروحية، كل ما يتعلق بيك وسبب وجودك في هذه الحياة، هيظل عندك علامات استفهام مش واضحة في خطة الخلاص بتاعتك نفسها. انت هتحس ان الدنيا مش متظبطة، هتحس ان في حاجة ناقصة، لان انا بطلب الخلاص وانا مش عارف من هو الشخص المراد تخليصه او ما هو الشيء المراد تخليصه. حقيقة هامة اتذكرت لوحدها في الكتاب وقطع نفسها: نحن مخلوقون من التراب وإلى التراب ستعود رفاتنا مرة أخرى، وتطلعنا إلى السماء لا يمنع ذلك. إحنا مخلوقين من التراب، الجسد مخلوق من التراب، عندنا تطلعات روحية كبيرة جدا لأن جوانا نفخة قدسية من الله، نفخ في أنف آدم نسمة حياة، فكانت النتيجة إن هو حط جواه حياة وخلقه بطريقة مختلفة عن باقي المخلوقات كلها، عن النباتات وعن الحيوانات وعن كل المخلوقات التانية. لكن ده ما يمنعش إن هو مخلوق من تراب، فلازم نتعامل بحكمة وندرك جيدا كيفية التعامل مع الخيمة الترابية أو الجسد الترابي اللي احنا مقيمين فيه لفترة. ده ربنا لما خلق آدم أعطاه السلطان إن هو يتسلط على مملكة الحيوان، ومن ضمن رموز السلطان دي أو صور السلطان دي إن هو يهبها أسماء. فده يعرفنا نوع القوة المطلوبة من آدم ونوع السلطة المطلوبة من آدم ونوع المهمات القوية جدا والكبيرة حجما اللي المفروض إن هي تلقى على عاتقه بعد كده. ربنا خلقه وحطه في المكان ده عشان يكون هو مندوب عن الله في المكان، عشان يكون وكيل عنه، يسود ويتسلط. إدراكنا لطبيعة المهمة اللي راحت لآدم يعرفنا بطبيعة الإرسالية بتاعته أو الغرض من وجوده أو الهدف اللي كنا بنتكلم فيه في أول الحلقة بتاع لماذا نحن هنا. من حلقة أو من حلقتين كنا اتكلمنا عن إن رجال الله ما ينبغيش أبدا عليهم إن هم يخلوا العبادة ويخلوا الحياة الروحية في أوقات معينة، بل ينبغي إنها تكون موجودة طول الوقت. أنا موجود في محضر الله طول الوقت، وأنا باكل وأنا بشرب وأنا في عيد ميلاد وأنا في حمام سباحة وأنا في رحلة وأنا في ندوة وأنا نايم وأنا صاحي وأنا بتفسح بكل حاجة. مفيش حاجة اسمها دي خروجة مع الصحاب نتكلم براحتنا واللسان يفلت بما لا يليق، لكن وانا في الخدمه طبعا لازم ابقى حذر جدا واخلي بالي من كلامي. انت كده دبل فيس، انت كده بوشين، ومش بنقول انك تجاهر بالشر بتاعك جوه الكنيسه، لا، بس تحاول تبقى اللي بتقوله بتعمله واللي بتعمله بتقوله، ما تبقاش بوشين. بكده تكون انتهت حلقتنا النهارده. من فضلكم ما تنسوش اللايك على صفحه الفيسبوك والسبسكرايب وتفعيل الجرس على اليوتيوب شانل عشان يوصل لنا كل ما هو جديد من الفيديوهات، ونتابع الكتب اللي بيتم تلخيصها. اسيبكم في رعايه المسيح، سلام.